دلوقتي احنا هنعمل صينيه بطاطس للمبتدئين. طبعا الناس اكيد طبعا كله بيعرف يعملها، بس في ناس لسه ما تعرفش تعمل بطاطس. اقول لكم على تكاتها وازاي تطلع طعمها جميل وخرافه، وما تخليش اي حد يعلق ويقول البطاطس طعمها غريب ليه. دي البطاطس غسلناها وقطعناها، دي طماطم هنبشرها مش هنضربها في الخلاط، هنبشرها وجربوها وبجد هتدعوا لي. هنفرخها في الطبق ده كده. هنا معانا فلفل الوان، فلفل احمر وفلفل اصفر وشطه، وده بصل وده توم اللي هو الجديد، التوم الاخضر مقطعه طرنشات هنفضيه هنا كده على الطماطم. هنحط ملح حسب ما احنا بنحب الملح في الاكل، في ناس بتحب الاكل عادي، في ناس بتحب الاكل مالح، فحسب ما احنا بنحب الاكل. وفلفل اسود، وهنقلب كل الخليط ده كويس بايدينا كده، ان احنا بندعك البصله كمان علشان تتفرفط من بعضها، ما تفضلش متكتله في بعضها وهيبقى شكلها ايه مش ظريف قوي يعني. تمام، هندعك كله في بعضه شويه كده. هنجيب شويه زعفران، زعفران مش كركم يعني، احنا انا بفضل الزعفران علشان الزعفران ملوش ريحه نفاذه في الاكل قوي، وفي نفس الوقت الكركم بحسه بيعمل لي انا شويه حموضه يعني، ما بفتحش معاه قد كده، فبصراحه الزعفران بيخلي لون البطاطس وهمي 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 يعني. وبعد ما نخلص الخليط بنقلبه فوق البطاطس بالشكل ده، ونقلبه في البطاطس كده. وبعدين هنحط عليها شويه ميه ونغطيها بالميه شويه وشويه زيت، وندخلها الفرن، ولما تخرج هصورها لكم وهوريكم لونها وهي مستويه. وبالهنا والشفا.